هذا السر هذا هو لوفيت على ان عندي تغذيه متوازنه وكنستعمل مستحضرات طبيعيه اباز دو زيت ارغان وزيت العود. الثقافه الجنسيه عندنا بغينا ولا كرهنا، غير ان ما خص وقت باش يمكن لها على انها تكون ثقافه حاضره في وسط المجتمع المغربي. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي ومتنساوش تفعيلوا ابوني في لاشين.